تستعد مؤسسة الموانئ الكويتية لتنفيذ مشروع المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ الذكية في كل من ميناء الشويخ والشعيبة والدوحة، منظومة تعتمد على تحويل أنظمة العمل في هذه الموانئ من النظام الورقي إلى النظم الآلية الإلكترونية الحديثة، علاوة على مشروع النافذة الواحدة. إحنا واجب علينا أن نحول من الورقي إلى الرقمي، وتسهيل المعاملات لكل المواطنين من هذا الجانب، وأيضا الموردين للبضائع. الشيء الأساسي هو أيضا انعكاس هذه المنظومة تسهل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى دولة الكويت، بحيث أن كافة هذه الأمور من خلال الإفراجات والتعاملات ممكن أن تكون برعصة زر، وهو في أي دولة أجنبية يستطيع أن يفرج عن بضاعته في دولة الكويت عن طريق الأونلاين، بدلا من أن تكون معاملات ورقية. منظومة الموانئ الذكية تتعلق بالعمل الميداني، منظومة أو مركز النافذة الواحدة يتعلق بالعمل المستندي، فبعد إنجاز العمل المستندي يبدأ العمل الميداني. المشروع بعد تنفيذه سيعمل من خلال غرفة عمليات تجمع المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والتفتيش والإفراج عن الحاويات والبضائع، وكذلك مراقبة السفن وبوابات الموانئ والحركة اليومية داخلها وأعمال المناولة والرافعات الجسرية. أساس هذا المشروع يسهل لجميع الجهات الحكومية في المرتبة الأولى سهولة التعامل مع كل من يريد أن يدخل ويفرج عن بضاعته، فهنالك بوابات أمنية للشاحنات تعتبر بوابات رقمية، من ثم إلى تخصيص الأماكن المحددة من قبل التليفون الذكي للشاحنة للذهاب إلى الموقع المحدد واستلام البضاعة، ومن ثم إلى محطة التفتيش التابعة للجمارك، ومن ثم خروج الشاحنة مرة أخرى. منظومة الموانئ الذكية هي القلب النابض، هي التي ستجمع كل مشاريع مؤسسة الموانئ الكويتية من ضمن خطة التنمية في غرفة عمليات مشتركة، هي التي سوف تراقب كل العمليات البحرية، سوف تراقب جميع الحدود الأمنية، سوف تراقب جميع محطات التفتيش، كل من على حسب اختصاصه. مؤسسة الموانئ الكويتية من خلال تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات المدرجة على قائمتها تعتمد أحدث المعايير الدولية المطبقة في موانئ العالم بهدف تعزيز مكانتها بين الموانئ العالمية وتعزيز التجارة الكويتية. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.